هذا وقد أشير بصنعاء المنظمة والملتقى الأول لأهالي المتضررين المدنيين من العدوان السعودي الغاشم، الذين أكدوا أن جرائم العدوان لن تمحى وأن مرتكبيها سينالون جزاءهم الرادع عاجلا أو آجلا، ولا مساومة في دمائهم سياسيا. حق لن يسقط بالتقادم أو تتناساه الأجيال مهما تقدم الزمن، ذاك ما أكده ذوي الشهداء والجرحى ممن استهدفهم طيران تحالف العدوان السعودي منذ ما يزيد عن العامين خلال فعالية إشهار الملتقى الأول لهم، الذي سيعنى بالدفاع عن حقوقهم وجمع كل الأدلة والوثائق المتعلقة باستهداف طيران العدوان السعودي للمدنيين. مطالبة بحقوقهم وأنصافهم من خلال هذه المنظمة، وهو حق مشروع وواجب إخلاقي ووطني وإنساني، واثقين من أن يد الله فوق أيدينا لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن الشعب العظيم وإيقاف الحرب ضد الإنسانية. أسر ضحايا العدوان السعودي الغاشم من المدنيين طالبت المجتمع الدولي إيقاف هذه القطرصة عنهم وعن وطنهم ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن. ندعو الجهات الرسمية إلى الوقوف إلى جانبنا ودعمنا من أجل الاستمرار في متابعة وحصر وتوثيق الجرائم وما نتج عنها في ملفات وتكليف محاميين محليين ودوليين لمتابعة قضايانا وملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم جراء ما اقترفوا من جرائم. قانونيون وحقوقيون أكدوا في كلماتهم أهمية رعاية أسر الشهداء والجرحى وتوثيق كل الانتهاكات التي تطال المدنيين ورفعها أمام المحاكم المحلية والدولية، كي لا يفلت أحد من قادة العدوان ومرتزقتهم من العقاب، والعمل على كسر الحصار ورفع الضرر. نحن لسنا بحاجة إلى رفع صور الشهداء في شوارع العاصمة وفي شوارع المدن، نحن بحاجة إلى دعم أسر الشهداء وتوفير كل محتاجاتهم ومعالجة الجرحى الذين عجزوا عن الحصول على إبر أو أدوية لمعالجة جراحهم. هذه المنظمة منظمة رسمية، منظمة مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، معنية بالدفاع عن المدنيين، المدنيين التي وصفها كل جوانين العالم، كل دساتير العالم، الذي هما محميين في حال الحروب وهم المدنيين. بيان الملتقى الأول لأهالي الشهداء والجرحى ممن طالهم القصف السعودي الهمجي طالب الأجهزة القضائية القيام بواجبها وتفعيل دورها في محاكمة كل من أيد وشارك في قتل وتدمير الشعب اليمني، كونه حق لا يسقط بالتقادم وعدم استغلال الدماء التي تسفك للمصالح السياسية. يطالب معالي النائب العام برفع دعاوى ضد كل من ساهم وأيد وشارك في قتل أهالينا الأبرياء، كونها من الجرائم التي خول القانون النيابة العامة بالتصدي لها ورفعها من تلقاء نفسها، ونطالب المنظمات القانونية والحقوقية بمساندتنا في رفع دعاوى ضد العدوان السعودي أدى وأمام المحاكم الدولية. وإن جيت للتاريخ يا سلمان فاعلم أولا أجدودنا الأنصار لا جينا نباهي بالجدود، حكمة يمانية وصفها المصطفى جد الحسن، إحنا القلوب الطيبة وقلوبكم صلفة وسود، كم يذكر التاريخ عن مارب وعن جنة عدن ما قد ذكر موزه ولا به اسم جارتنا سعود. ملتقى أهالي ضحايا العدوان السعودي اختتم بزيارة معرض للصور وأبرز الجرائم ضد الإنسانية التي انتهكت بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية من ميدي شمالا وحتى نهم شرقا، مرورا بكل المجازر الجماعية في الحديدة وتعز وإبة وذمار وصنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.